تتويج المنتخب الوطني البحريني بكأس الخليج العربي 24 هو ثمرة الدعم اللامحدود من لدن جلالة الملك المفدى للحركة الرياضية في مملكة البحرين الغالية، ويضاف هذا الإنجاز إلى الإنجازات التي تحققت في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. على مستوى بطولة الخليج باتجاه المرمى، هذا هو البحريني رائد الإنجاز، يسير بعزم وبخطى ثابتة نحو مستقبله المشرق بعيون ترقب كل منجز وتتجاوز كل صعب. كأس الخليج العربي 24 تاريخية بامتياز، إنجاز جديد وغير مسبوق للكرة البحرينية وحلم طال ترقبه حتى بات حقيقة بعد طول انتظار. يوم 8 ديسمبر 2019 لم ولن يكن يوما عاديا أبدا في تاريخ الحركة الرياضية لمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى الذي ما فتى يقدم دعما غير محدود للرياضة البحرينية ولكرة القدم على وجه الخصوص. المتتبع لمسيرة منتخبنا الوطني وصولا إلى تحقيقه اللقب الغالي بطولة كأس الخليج العربي يجد أن هذا المنجز يقع في إطار استراتيجية تطوير شاملة لكرة القدم البحرينية، فهذا الإنجاز البحريني جاء بعد تحقيق الأحمر لقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم، وهو ما يؤكد أن منتخبنا الوطني في الطريق الصحيح نحو تحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية التي يفخر بها كل بحريني وبحرينية. وتواصل كرة القدم البحرينية سلسلة إنجازاتها لتضيف هذا التتويج بلقب كأس الخليج العربي إلى المنجز البحريني الرياضي حتى يبقى علمنا خفاقا ويبقى اسم البحرين عاليا في عصر أقل ما يوصف بأنه ذهبي بامتياز. فالإنجازات النوعية متتالية، والأهم من ذلك أن الثقة بالله ثم بقيادتنا الحكيمة كبيرة وعظيمة، والروح الرياضية عالية، والرغبة بالفوز والانتصار أكبر من أي وقت مضى. هذا تاريخي يا الغالية في القلب.